في ناس عايزة تتجوز ناس من ألمانيا سواء راجل أو ست، وعايزين يجوا ألمانيا عشان يعيشوا في ألمانيا، سواء الهدف إن أنت عايز تيجي تاخد الجنسية أو إن أنت جاي عايز تتجوز واحدة ألمانية عن حب أو أيا كان الطريق. يعني النهاردة الفيديو عايز أتكلم عن ايه المفروض تاخد بالك منه او تاخدي بالك منه لو انت هتقبلي على الخطوة او هتقبل على خطوة ان انت تتزوج واحدة اوروبية او المانية او يعني ايا كان جنسيتها مختلفة، مش جنسية يعني عربية. ايه النصائح اللي انا ممكن اقدمها؟ النصائح دي انا يعني اكتسبتها من خبرات ناس متزوجين بالفعل هنا المان واصدقاء كمان، ومن خلال الواحد كمان بيشوفه يعني في الحياة اليومية، لأن أنا بشتغل مع ألمان بتعامل معاهم يوميا وعارف طريقة تفكيرهم عاملة إزاي وعارف نظام حياتهم عامل إزاي. فأديكم شوية نصايح بسيطة، يعني هو ده يعني من رأيي الشخصي. في ناس طبعا ممكن تعترض وتقول لي إيه اللي أنت بتقوله دوت وبتاع، يا جماعة الموضوع يعني أبسط من كده بكتير. أنا بقول ده رأيي الشخصي، كل واحد حر في رأيه، تمام؟ سواء انت متفق معايا او معترض دي حرية شخصية برضو ليك. انا يعني مش هقدر اقول ان كلامي ده هو الصح ولازم كل الناس تجزم بيه، او مش هقدر اقول برضو ان يعني انا المقصود ان انا مش هقدر اقول ان ده صح وده غلط، انا بقول رأيي وبس، تمام؟ طيب انت دلوقتي عايز تتجوز واحدة ألمانية، تمام؟ او انت عايزة تتجوز واحد ألماني. خلي بالنا من ايه؟ اول حاجة لازم تعرفوا ان هما مختلفين عننا تماما واحنا مختلفين عنهم تماما، بمعنى ان العادات والتقاليد مختلفة. احنا كنا بنسمع الكلام ده كتير، العادات والغرب مختلفين عننا وطريقة التفكير مختلفة. ايوة ازاي يعني؟ انا هتكلم عن الالمان، مش هقدر اتكلم عن الجنسيات التانية، لان كل بلد وليها عادات وتقاليد وكل بلد ليها أسلوب في الحياة. فأنا هتكلم بالأخص على الألمان، تمام؟ لأن هما أنا يعني بقالي دلوقتي داخل على 2 ونص أهو شغل معاهم، بتعامل معاهم شبه يوميا وعارف بالظبط إيه يعني حياتهم الشخصية بتبقى شكلها عامل إزاي. أولا الألمان روتينيين جدا، يعني بيحبوا الروتين، بمعنى ان هو يعني مثلا او هي بيبقى عندهم 5 ايام في الاسبوع من الاثنين للجمعة، دول بيعملوا فيهم حاجات معينة. ان هو مثلا يصحى الصبح الساعة 6 او الساعة 5، ممكن يفطر او يفطر في الشغل او بعد كده يروح الشغل، ممكن بعد الشغل يروح يلعب رياضة وبعد كده يرجع البيت ياكل الوجبة الأساسية بتاعته اللي هي العشاء، وبعد كده مثلا يقرأ كتاب وبعد كده ينام. أنا بتكلم بصفة عامة، يعني ممكن في ناس بتعمل حاجات مختلفة طبعا، بس أنا بتكلم إن إيه، لو الألمان عنده روتين يومي زي كده بيعمل كده كل يوم، ما بيحبش إن الروتين اليومي ده يتغير، تمام؟ حتى كمان في الأيام اللي هي الوخن إند أو الويك إند، يعني بيحب برضه ان هو يعمل حاجات معينة سواء رياضة معينة او ان هو يروح مثلا يطلع هايكنج في الجبال او حاجات زي كده، تمام؟ الكلام ده جميل جدا. طيب ده هيأثر معانا في ايه؟ هيأثر معانا احنا دلوقتي كرجال عرب او كسيدات عرب، بنبقى يعني متخيلين العلاقة الزوجية بشكل اللي احنا اتربينا عليه واللي اهالينا برضو اللي شفناه يعني في اهالينا، في يعني في ابونا وامنا. احنا شفنا علاقة، مثلا انا شفت علاقة ابويا وامي بطريقة معينة، شفت علاقة مثلا قرايبي او كده. فده انا من وانا صغير الواحد بيبقى في دماغه شكل معين للعلاقة الزوجية، تمام؟ الناس طبعا اللي عايشة بره بيبقى الموضوع مختلف حسب طبعا المكان اللي بعيش فيه، بس انا بتكلم عن الناس اللي عايشة في الدول العربية او الناس اللي هي عايشة في مصر. فلما انت بتتجوز واحدة ألمانية بتتجوز واحدة ألماني بتلاقي الحياة مختلفة. اولا الألمان شعب طيب جدا، انا ما قلتش عليهم ان هم ناس وحشة، لا بالعكس شعب طيبين جدا ومحترمين جدا. ولكن احيانا بنسمع مثلا من ناس ان هم بيقولوا عليهم دول باردين، دول مش عارف ناشفين في التعامل. الكلام ده يا جماعة صحيح، الكلام ده مظبوط فعلا،
ده نظرا ل يعني هو تربيتهم كده، يعني هو تربيتهم كده، متعودين دايما على برود الإحساس. مش معنى كده ان هو ممكن يشوف واحد بيموت قدامه وما يعملش حاجة، لا مش هو ده المعنى. المعنى احنا مثلا كعرب او يعني كمصريين او كده، بيبقى عندنا العاطفة زيادة، بيبقى عندنا يعني متأثر بالمواقف بسرعة، زي ما بيقولوا عندنا في مصر يعني ايه، دمعتنا قريبة مننا يعني. فهم الألمان مش كده، الألمان مش كده خالص. فممكن انت بعض المواقف مثلا تيجي تتعرض ليها وتبقى متأثر جدا وبتاع، ممكن البارتنر بتاعك او يعني شريكة او شريكتك بيبقى عادي، فده حاجة ممكن تضايقك او كده. لازم تعرف حاجة، انت يعني يا اما تتغير عشانها، يا اما هي تتغير عشانك، يا اما انتوا الاتنين هتتغيروا عشان بعض لو علاقتكم ببعض قوية. تمام. موضوع العادات والتقاليد بيبقى صعب شوية ان هو يتغير، سواء من ناحيتنا احنا كعرب او من ناحية الالمان. يعني كل واحد يا جماعة بيبقى متربي على حاجة معينة، في إمكانية للتغيير، أنا مقلتش حاجة، وفي ناس بتتغير، بس لازم تبقى عارف أو تبقى عارفة إن الموضوع هيكون صعب. تمام؟ موضوع مش سهل. هديكوا يعني مثال كده بسيط. مثلا كان في واحد زميلنا كان خارج، يعني ولد ألماني يعني خارج معانا، وبعدين صاحبته او زوجته او كده اتصلت بيه على التليفون، قالت له انت فين؟ قال لها انا خارج مع اصدقائي وكده. قالت له ايه ده، انت ازاي تخرج اصلا النهارده، لان انت النهارده اليوم ان انت تنزل فيه الكلب وتفسح. فطبعا قال لها طيب معلش، ممكن انت النهارده فاضيه، ممكن انت تعملي الموضوع ده وانا بعمله بقى. قالت له لا انا ماليش دعوه، انت تيجي دلوقتي تخرجه، انا ماليش دعوه. فده مثال بسيط انا بوريكو. مش معنى كده ان هي مش بتحبه، مش معنى كده ان هما وحشين مع بعض، لا هما ما بيحبوش ان حد التاني يجي على حقه. انا شايف ان هو يعني صح وفي نفس الوقت غلط. لازم يكون في نوع من انواع الفليكسبيليتي، يعني لازم الامور تكون مرنة شوية، يعني ما ينفعش ان يا كده يا بس يا خلاص، يعني يا كده الدنيا تقف، ما فيش حاجة اسمها كده، الحياة يعني مش كده. تمام. مثال تاني برضو انا ده شفته حصل قدامي، كان ولد وبنت المان قاعدين قدامي في الاتوبيس، وكنت راجع ساعتها من زيورخ من سويسرا، وبعدين الولد كان قاعد يعني قاعدة جنبه البنت كده، وبعدين ايه قاعدة البنت بتقرا كتاب، فهو قاعد يعني ايه قاعد يعني يبوس فيها ومش عارف ايه، يعني يبوس في كتفها وفي خدها. فالبنت قامت بصاله كده هو، قالت له ايش هاب كان لوست ميا، يعني انا ما عنديش مزاج تاني خلاص، وقالت له كده قدام الناس وقدامي، انا كنت قاعد قدامهم على طول. والولد يعني انا شفت الصراحة ان هو انحرج وقعد في مكانه ما عملش حاجة. وبعدين بعد ساعة ولا حاجة البنت بعد لما خلصت قراية الكتاب قامت قافلة، وبعد كده رجعت نامت على كتفه كده اهو. فكان موقف، وبعدين هو يعني الولد عادي وما قالهاش مثلا زعلان منك ازاي ان انت تقولي لي كده او بتاع. انا متخيل ان موقف زي كده لو حصل مع اي حد يعني فينا هيبقى الموقف صعب شوية. يعني أنا تخيلت إن هو الموضوع محرج وكده، بس هو بالنسبة لهم ده مش محرج، ده عادي، ما تتعداش على رغباتي الشخصية. يعني أنا مثلا ماليش مزاج لأي حاجة، مش موضوع يعني بوس وبتاع، لأ يعني أنا مثلا ماليش مزاج إن أنا أخرج، ما تجبرنيش إن أنا أخرج معاك دلوقتي وأنا حرة، وما تزعلش يعني، دي حاجة ما تزعلش. أرجو إن أنتوا يعني قلت الكلام ده قبل كده، إن أنتوا تقروا شوية عن ثقافة الشعب الألماني أو عامة الأوروبي أو أي جنسية أنت هتتجوز منها، لأن الموضوع ده مهم جدا، لأن أحيانا سبب فشل يا جماعة الزيجات أو معظم الزيجات الأوروبية بتفشل. ليه؟ لأن بيبقى في تضارب جامد جدا في الآراء وفي العادات والتقاليد، لأن ده ما يعرفش حاجة عن ده، ودي متعرفش حاجة عنه، فما يعرفوش حاجة عن بعض. شافوا بعض واعجبوا بعض اعجاب مبدئي، واه ممكن يبقى في حب واستظراف في الكلام وكل حاجة، الكلام ده كله جميل، بس الجواز ده حياة، حياة كاملة. فبعد الجواز طبعا بتلاقي الدنيا بدأت بقى تتضح،
وده بقى يشوف في دي حاجات ما كانش شايفها قبل كده، وهي بدأت تشوف فيه حاجات ما كانتش شايفاها قبل كده. فبتلاقي الأمور للأسف بتوصل للطلاق، خاصة لو في أطفال أو كده، هي بتاخد الأطفال. فخلي بالكم يا جماعة الموضوع ده. أتمنى إن ربنا يوفق كل اللي عايزين يتجوزوا للأصلح دايما، دي أهم حاجة، سواء ألمانية مصرية عربية مش مهم، أهم حاجة إن ربنا يوفق للأصلح. أتمنى الفيديو يكون عاجبكم، وآسف النهاردة للإطالة، لأن الموضوع فعلا كذا حد سألني عليه وكنت محتاج إن أنا أتكلم عليه شوية، أدي فيه يعني كام نصيحة. فخلي بالكم من الموضوع ده إن شاء الله، وربنا يا رب زي ما انا قلت يكتب الخير لينا جميعا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، يا ريت لايك وسبسكرايب للفيديو، ويا ريت شير لو الفيديو عجبكم كمان. وان شاء الله الفتره اللي جايه في فيديوهات هتنزل مواضيعها كويسه جدا، وهعمل فلوجز كمان لاني مسافر كذا حته مع واحد صاحبي، فهعمل لكم فلوجز من هناك، وان شاء الله الفيديوهات تعجبكم. يوم طيب وسعيد عليكم جميعا، ونشوفكم على خير إن شاء الله المرة الجاية، ويلا سلام.